ونفتح الآن ملف حوارنا الثاني هذا المساء، حيث تشير آخر الإحصائيات إلى أن المملكة العربية السعودية تخسر سنوياً 20 مليار ريال في حوادث الطرقات، بينما سجل في الإمارات أكثر من 4800 حادث خلال عام واحد، ما أدى إلى مقتل 700 شخص على الأقل. وكشفت الكويت أن عدد المخالفات في السنة الماضية تجاوزت 6.5 مليون مخالفة، وتسببت في قتل 461 شخص. كل هذه الأرقام تدق ناقوس الخطر وتثير مزيدا من القلق مع انطلاق الأسبوع الخليجي للسلامة المرورية تحت شعار قرارك يحدد مصيرك. معنا من المنامة مدير إدارة الثقافة المرورية في البحرين الرائد أسامة بحر. بداية مرحبا بك رائد أسامة، ودعني أسألك هذا السؤال المباشر، كيف ترى الثقافة المرورية لدى مواطني أو لدى من يقود مركبات في دول مجلس التعاون الخليجي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المجتمع الخليجي مجتمع متماسك مترابط، الثقافة المرورية عندها تختلف باختلاف الأماكن اللي يرجع لها، يرجع إلى البيئة مختلفة سواء صحراوية جبلية ساحلية، في النهاية يكون السائق الخليجي راقي، يحتاج إلى مزيد من التوعية، يحتاج إلى مزيد من الضبط في جوانب معينة. نعم الرائد أسامة، ربما يعني يلاحظ في الحملات الثقافية والتوعوية المرورية أنها تكون موسمية أو لحظية لمدة شهر شهرين، في ذلك الوقت يلتزم الجميع بقواعد المرور، بعد انتهاء الحملة المرورية تعود الأمور إلى ما كانت. لا، التوعية المرورية سواء في البحرين أو دول مجلس التعاون هي حملات دائمة. بداية نبدأ من سواء في البحرين في مشروع اللي هو مشروع النقل السليم، مشروع العبور السليم، هذا يبدي من الروضة، رياض الأطفال، مدارس الابتدائية، ويكون على مواسم في شهر سبتمبر، شهر أكتوبر، يوصل إلى لين نوصل لمرحلة الثانوية، هذه على مدار العام يغطي كل طلبة المدرسة مدارس البحرين، رياض الأطفال الابتدائية والإعدادية والثانوية. هذه باعتبار أن ما تأسس فكر تأسس بالنسبة حق الأطفال. نعم. والمراهقين لا تنسى أن حوادث المشاة يكون من 14 سنة ونازل، هم الفئة الأكبر، يأخذون أكثر من 70% من حوادث المشاة. التوعية اللاحقة اللي هي مجرد تذكير اللي حصل على رخصة قيادة، لأنه حاط له في السياقة يلتزم بالقيم، احنا نبي يرجع للمبادئ في مسألة حزام السلامة، ترك الهاتف النقال، الالتزام بالسرعة، يحتاج بس مجرد تذكير، والأمور هذه على مدار السنة. وأسبوع المرور الخليجي يجدد هذه الأفكار. جميل جدا مثل هذه المبادرات رائد أسامة، مثل ما قيل الوقاية خير من العلاج، ولكن لماذا الآن لا تتم مثل هذه الحملات التوعوية ممن يحملون الرخص القيادية؟ الخسائر مثل ما تعرف بالأرواح كبيرة جدا في دول مجلس التعاون الخليجي. منظمة الصحة العالمية اعتبرت أن من 19 وفاة في السنة كنسبة وتناسب، يعني في البحرين العام في 2013 كانت البحرين 7.2، الإمارات كانت 6.8، في دول خليجية 23، ودولة وصلت لـ30. نعم. فوق 19 وفاة هذه تكون منطقة موبوءة طبقا لمنظمة الصحة العالمية. في البحرين كانت 7.2، في 2014 إن شاء الله في الأيام المقبلة راح نعلن رقم هو أفضل بكثير من 7، راح ينزل رقم كبير. الوفيات المجتمع البحريني متماسك صغير، الأرقام اللي كانت 57 حادث أدى إلى 61 وفاة. احنا نوقف عند الوفيات ليس باعتبارها رقم، هي 61 مصيبة، مشكلة، ترمل. نعم. تيتم، غير الاقتصاديات الحادث المروري اللي لا أول لها ولا آخر. صحيح، إذا أخذت رائد أسامة كنسبة وتناسب مستوى الحوادث في دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر مرتفعة جدا ومن أعلى المعدلات على مستوى العالم، ولكن الآن إلى ماذا تعزو ذلك؟ الكثير من الدراسات والإحصائيات تشير إلى أن البنى التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي أعلى من الممتاز، ولكن هذا ساهم بشكل كبير في ارتفاع نسبة الحوادث. من الممكن، لا تنسى أن في البحرين نسبة خطأ السائق 55%، لا تظن أن 45% هو خطأ من الشارع، هذه يعني فكرة خاطئة، لأن نسبة خطأ الشارع جدا لا تتعدى 1%. المهندسين الطرق في كل دول مجلس التعاون
احنا نتكلم عن البحرين، لهم دور فعال في انسيابية الحركة المرورية، في السلام المرورية، تنفيذ القانون بالنسبة حق الإدارة العامة للمرور، في مسألة تطبيق القانون. الوعي بيكون من المجتمع، الوعي دائما مرتبط بالثقافة. يعني إذا أنت تجي حق مسألة الهاتف النقال، حزام السلامة، قاعد نبحث موضوع حزام السلام حق ورقة عمل يوم الأربعاء، فتيك أجوبة تفكر فيها ما تري، تحتاج تحليل نفسي. يعني سؤال ليش في ناس ما تلبس حزام السلامة يسبب لي ضيق، أنا ممكن يسبب لي وفاة باعتبار أن الحزام يعتقد أنه يسبب له وفاة، مو متعود يعني كلباس خليجي الثوب والقطرة والعقال، يقول هو يعني يخرب الكشخة بالمصطلح الخليجي. فتدخل في مصطلحات كبيرة وهي في النهاية ثقافة شخصية. متى ما ربي الشخص وشاف القدوة الصحيحة من الوالدين ومن المجتمع، سواء نفذ القانون سواء يعني تنفيذ القانون كان حازم ولا راخي، هو راح يكون لأن حق سلامته الشخصية. نعم. أيضا رائد أسامة، دول مجلس التعاون الخليجي تزخر باختلاف الثقافات والجنسيات الموجودة من مختلف الجنسيات، ربما من يحمل رخصة القيادة شخص متعلم ومتقن لاشتراطات قيادة المرور، ربما أيضا هناك شخص لا يفهم ولا يفقه في مثل هذه الاشتراطات. اختلاف الثقافات واختلاف الجنسيات ألا يمكن أن يعد عامل مساعد في ارتفاع نسبة الحوادث المرورية؟ بلا شك دول مجلس التعاون دول استهلاكية، فالوفاد العمال الوافد اللي موجودة لها تساهم بلا شك في مسألة الحوادث المرورية، خصوصا في مسألة المشاة. يعني يمكن قد يكون جاي من منطقة ما تلتزم بهذه الأنظمة، بهذه المعايير من السلامة في الشوارع، يعني مو متعود انه في جسور للمشاة، المشي المسار احنا على طريق اليمين في دول اسيويه لا على اليسار، فهذه كلها تسبب حوادث ايا يكن ذلك. لكن هذول اللي جايين ضيوف سواء في البحرين ولا دول الخليج يعملون، لهم الحق في التنقل، ما حصل على رخصه القياده الا بعد ان اجتاز الفحص واسس نفسه سواء بالتعليم او في الشارع، ومع ذلك ممكن تحصل حوادث منهم. نعم، نتمنى أن تندثر مثل هذه الحوادث المرورية في دول مجلس التعاون الخليجي. مدير إدارة الثقافة المرورية في البحرين الرائد أسامة بحر، شكرا لك، كنت ضيفا معنا في هذه الحلقة.